هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اموركم ان شاء الله جميع بخير. مقطع جديد وطيور جديده طايره. شنو اللي عندنا اضافه اليوم؟ شوفوا شباب، هاي الطايره، هاي شوفوها مصبوغه جنحين. شوفوا هاي الطايره التيديه. طبعا الطايره الثانيه اليوم الصبح طارت وصعدت وما نزلت، فتعذرونا والله راحت. هاي الطيرة اللخ موجودة. شوفوا شنو الفرق شباب، هاي الطيرة ضاعت وهاي الطيرة بقت. الفرق انه هاي الطيرة هي ونسل، انا بديت اطيرها هي ونسل، تمام؟ ذيك لا، بس جناحها وفتحت اشكالها، فصعدت صعدة قوية ودعتنا. بينما هاي اللي هسه طيرة لا، ظلت نسل فترة وظلت تطلع والطبوية ذني طيور. والظاهر زوجة يعني اكو مؤهلات انه تبقى، فبقت. شي على شي طيرة تيدي كبير حتى ذا ما مخرج. شوف هسه صعدة ذني 10 طائرات يمكن، هي هم تصعد وياهن. صبح هم صعدت ونزلت، احتمال يفيدنا بالسباق، الله اعلم. طائرة تيدي كبير شباب، يعني بمجال يجلد حتى اذا كان ما مخرج، يعني حتى اذا طير ما مخرج، تيدي ما مخرج، وانت الطيرة يبدي يعني يطير يمك طبيعي، راح اشوف جنح خيالي. انا شلون هاي توصلت لها؟ انا ما اسولف لكم هيجي، انا كان عندي حمام بانتيز ايام الخانات، فانتجت من البانتيزات مال باكستان، وظل عندي شادات ببرج بقد هذا، من هالنفراخ ما طالعات من البرج لحد ما صارن في حلة بالعشر ترياش. فدا اصورن بهذا القفص، هذا القفص كان معلق هنا قبل يعني، فدا اصوره كان يطفر الصبح هذا الحكي. والله شباب للمغرب طير رايح جاي، للمغرب مع العلم الطير ما طالع من القفص. هاي احد الاسباب انه يعني تميز الطير المستورد عن الطير العراقي، انه شو وقت ما تجي الطيره تقدر الطيره. يعني هسه تخيلوا هاي الطيور اللي عرضتها لكم اني، يعني اللي يقدر ياخذها انطيه جارنتي بيها، يقدر يخرجها ويطيرها يمه، وانها مسعرها رخيص. يعني شنو ذني هاي اذا بقن يعني شباب، لان المقطع انا مصوره مال هاي الطيور البارحه راح انشره اليوم، وهذا المقطع راح ينزل باكر، فاحتمال ياخذوهن. يعني هاي الطيور شوفوهن ذني تقريبا 30 طير زوج ب 40,000، اغلبها طيرة وفحل، تيادي بيها وبيها كراسات. هاي اللي ياخذها يقدر يطيرها شباب، تمام؟ هذا شوف فحل جونسر، هذا طيرته وياه موجوده في الجو، يقدر يطيرها هاي الطيور. فيعني التيدي او الحمام الاجنبي ايش قد ما يكون عمره، هو يكون جاهز للمطير عكس العراقي. ذا هاي شنو هذا الفرق مو مالتنا؟ حط فرق جولدن، هذا شباب فرق جولدن. شوفوا شباب نزلن ذني، نزلن هاي الطيور كلها. ولد البارحة معلق لي، نسيت اخذ اسمه، كاتب جهزنا طيرة من العراقيات ويا المستوردات. والله اجبالي، شلون اجبالي شباب؟ شوف هسه ذني الطيور حطن كلها. شوف الصاعد عندي، صاعد عندي فحل حبري هاي دائما، وصاعد عندي هاي الطيرة التيدية الجديدة. هذا الفحل الحبري كل ما اطير الطيور يحطن كلن هو يصعد، ومع العلم فحل محفر. فهذا ايش راح اسوي له؟ راح شوفوا ذاك السود مال احمد طيرات ما شاء الله. هذا الفحل الحبري راح اميزه فتح حلقه لون مميز. هذا الفرق نزل، والله اشك بيه فرق جولدن صراحه شباب، وجهه وتفاصيله مال جولدن. هذا الفرق التيدي حاطه، هاي الطيره المشكوله نزلت من مال بلديات، فتحت اشكال اثنين مدري ثلاثة. شوفوا هسه ثاني نزل هاي الطيارة وهذا الفحل، بلكي زوجين ذني، ذني ذا زوجين يظل واحد يشيل الاخ. طبعا الطيارة هاي يعني ان شاء الله بيها مجال، احتمال اذا ثبتت هاي الفترة وظلت تطير وتحوط مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إن شاء الله ما تضيع، وإذا ضاعت فبعد هاي قسمة. طبعا اللي يسأل شباب على الطيرة الجولدن الزيرة
اللي طقت رجلها ذاك المقطع. شوية راح احارش لكم اياه، شوف حتى مو ماكله، خليها اكل ولا مو ماكله، بس شوية هذا تمشي على الرجل، بس هاي الرجل مدري مكسورة شباب مدري. لا شوفوا وضعيتها شلون خطية، هاي بعد ما أديت ايش مجازاتها والله ما ادري. هاي الطيرة شباب يمكن 4 سباقات يمي تنزل اخر طيرة، فيعني سوت اللي عليها من ناحية السباقات، من ناحية السباقات طيرة سوت اللي عليها. خلي نجيب شوية اكل نذبن حتى نشوف هذا الفرخ الجولدن راح لكم شيء او ما لكم شيء. طبعا الفحل الحبري حاط شباب ذاك، شوفوه فاتح حلقه باللي ورا ما ادري يبين، خلي شويه نجي هيجي. اها شوفوا هذا فاتح حلقه، وقد عندنا التي دي، هاي التي دي ذبت روحها جتي شويه بعدت وجتي. هذا الفرخ يمكن جولدن ولا وينه حتى ما ادري. هاي الطائرة الجديدة طبعا الفرخ هذا يمكن جولدن شباب، بس دني كلاب ما ينطن مجال، ما ينطن مجال نهائيا. بس فرخ مريض، انا كان عندي هيك فرخ جولدن وضاع من يم، يجوز هو والله والله يمكن هو الفرخ مالي هذا شباب. هذا عندنا فحل، هذا بيكخه شويه نعطيه من العلاجات. طبعا الفرخ هذا شباب اتصور، اتصور شوف الصاير بيه شباب خطيه، اتصور ماتي جني كلها جدي ترى شكو ما تقول لي شكو. اي تي دي ام بعد ما حاطه، هل احاول اعشيهم بعد فد مره. هي هاي سويت لي خط هنا انا مال اكل حتى اصور لكم هذا الفرخ. هذا شباب متاكد اني مالتي، هذا الفرخ هذا كان عندي فرخ هيك جولدن وما لقيته بعد. هذا شوفوا حتى هو مسحوق منتهي، شوفوا عيونه مقفله. هذا مالتي شباب، مقطع من المقاطع طيرته وقاعد جوا حتى ولد قال له هيك وقع منها قال له في صعد ما صعد نسيته اني. شوف هذا هياته هسه يبين. بالنسبه للطيره التيديه وينها؟ هاي شنو طيره التيديه حطيت وما حطيت؟ هملتها اني والله ما ادري بيها. ذيك هي وراح هاي. صعبة الحطة صارت من انشال المسرح، كل الصعبة الحطة صارت. طلعت قبل هاي وجهها. هاجتي. شباب عيني ماكو شغله يعني، عشان الفوتج على الوجه دوتها لاني دا يفرخن يم السبلت مالتي الجو. هاي كل وجبه تطلع مويا الزول، فاليوم اريد اخذ بيضات اخليها جوا التور نشوف الفرخات الفخاكي يكبرن ما يكبرن اذا جهزناهن يعني ويا التور. شباب عيني بقى راح تطلع لكم صورة هسه هنا على الشاشة، هاي الصورة على الشاشة مال المشتركين وغير المشتركين بالقناة. خلي تحط هاي تي دي حتى نسولف بالموضوع. طبعا قبل فترة كانت النسبة
55% ما مشتركين بالقناة، مشتركين بالقناة، و 45% ما مشتركين بالقناة. هسه النسبة شوفوها قبالكم، 60% تقريبا مشتركين بالقناة و 40 ما مشتركين بالقناة. آخر مرة قلت لكم شباب بس انتبهوا، اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك، تمام؟ فهسه هم أريد منكم هاي تي دي، يلا تعي حطه تعي. هسه هم أريد منكم شغلة شباب، بس تابعونا هذا الموضوع، اذا شوف نفسك ما مشترك بالقناة بس اشترك. طبعا هذا الاشتراك خاف عالم عباله مثلا، يعني الكل تدري بيك انت مشترك، لا ما حد يعني ما اعرف، يجوز عباله مثل الجروبات مال فيسبوك اكو عالم ما تعرف. هذا الاشتراك خاص بيك بس انت تعرف انه مشترك بهاي القناة او غير قناة. فاللي مطلوب شباب منكم هسه انت بدك تتابع المقطع، واصل وياي هاي المرحلة وبدك تشوف نص المقطع تقريبا، يعني انت متابع مستمر وياي، بس شيك نفسك مشترك بالقناة او ما مشترك. اذا ما مشترك اشترك، واذا مشترك رحم الله والديك وممنونين منكم. نريد شوية نصعد هاي الفترة شباب، اكو صعود، مو ماكو صعود بالقناة، يعني اليوم يمكن 104,000، بس المفروض الصعود يكون اسرع شباب، المشاهدات تكون اقوى، يعني مفروض يعني هسه احنا طابين 140,000 150,000، عالم قبلنا ورانا بدت وعبرتنا انين شنو ياكدون على الاشتراك، والعالم دا تشترك وياهم. مع العلم انا عندي استمراريه بالمقاطع وكل يوم دا انشر لكم، ما مقصر وياكم، وان شاء الله هسه من شويه الجو يكسر لا تتغير الامور. شباب اليوم صبح صدت فحل بزرق، تعالوا نشوف الفحل بزرق وصدت طير رصاصيه، البارحة الطير الرصاصية اليوم الفحل البزرق. شوفوا هذا الفحل البزرق وين رحت، دجاجة مو طير. شوفوا شباب هذا صيد اليوم فحل بزرق، وهاي هم طيرة صيد. يعني هون اترك هذا السمو هسه، هاي هم طيرة وهاي هم صدتها قبل يومين. يعني سوبر هاتريك صارت هسه، هاي نسخة من الفحل. هذا الفحل، وين الفحل؟ ايش ذاك الفحل وهاي طيرة، وهذا العنبرسرة راح اخرجه ويا الطيور خليني شاد، وهذا الرز الاتشيس. هذا الفحل البزرق صعدت صبح، انا طلعت عندي شغلة دا راح اقضيها، فلقيت حاط هنا على المسرح فوق، فصعدت فتحت التور ونزلت، رحت رجعت تقريبا بالعشرة صعدت لقيت جوا التانك يم الحمر باقي، وما شفته نزلته. وهاي الطيرة البزرق اللي شفت لكم، لا هاي بالمخبار مال قبل كم يوم، خبطنا كوبتين نشرت لكم المقطع، والعنبر سرة هم نشرت لكم المقطع مالته. الرصاصية لقيتها يمين فوق، شفت ولد من بالتعليقات قال يابا رب الزبيريات الكوبيات، انا جيت قبل مربين شباب، كانت عندي بصافر وبحامر، بس صراحة هذا اللون كلش حلو، وهو هذا الفحل ما شاء الله يعني صاير يخبر، شوفوه لونه صاير كلش حلو، انت تطلع له قصة بيضة وسبعة مالته حلوة ما بي زايد شوية بجنحة هاي ريشة زايدة، بس شي على شي طبعا هي تي دي صف لو يتزوجها ننتج منها نشوف شي ذبه خيدة، بس فعلي قبل هذا الفحل الثاني شوية بيه كتف، بس المطيارة مو تمام هذا الاسود لحد هسه مدى يبرز، يعني عكس هذا البزرق لا بين قبل، قلت لك انا طير صحيح ذاك لا بعد يعني ها هيجي وهيجي شوية شوية بعد ما ثاب الجدار 100%، بس بعد خلي نشوف هاي المربعات راح ياخذها احد،
حتى ابلش ادق حله. وهسه ايش راح اسوي شباباني هاليومين؟ هم نبهني واحد من الشباب، انا طبعا التعليقات شباب اغلبها اقراها للامانه، اغلب التعليقات اقراها واخلي لكم قلوب، بس مال اجي ارد على 1000 تعليق صعبه شباب، يعني والله ما اكو ذاك الوقت، يعني انا مال اكمش التليفون 1000 تعليق اجي ارد عليه، يعني ارد على 10 20 25 اللي عنده سؤال ما اقدر اوضحه بمقطع اوضح لي بالتعليقات ونمشي الامور هيك. هي مو قضيه يعني اشوف واحد يقول والله انت ما تجاوب علينا وتتكبر، شباب والله ما له داعي هاي السوالف، يعني التعليقات هواية للأمانة، يعني هذا المقطع القبل هذا بمقطعين 3000 تعليق شباب، 3000 تعليق، يعني شلون يعني خلي أرد لي على 50 تعليق 100 تعليق، أنا كل مقطع أنشره أنطي الأغلبية كلها قلوب، أحاول أمشي التعليقات كلها أنطيهم إنه أنا شفت تعليقكم ولو تابعين كلكم يجيكم إعجاب إنه أنا أنطيت إعجاب للتعليق، بس الرد عليه لا أختار تعليقات ارد عليه وكل فتره نختار تعليقات شكل، بس الاقرى راح تظل ببالي. يعني شباب واحد من الولد نبهني على الاجنبيات، قال ما طولها سهلنا طيره وفحل ومعزولات هيجي، خلينا نتمشى عليه هنا ولو ديقرهن بس فيهم، قال ما طولها سهلنا طيره وفحل. شباب طبعا انا اغلب التعليقات اقراها للامانه، اغلب التعليقات اقراها وارد، يعني اذا مثلا يعني اشوف مثلا ارد على 20 تعليق ارد على 25 على 40 تعليق واكتب لكم تعليق مثبت، يعني احاول اتواصل وياكم بالتعليقات، بس اغلب التعليقات انا اقراها ودائما اخذ افكار من يمها. هسه قبل كم يوم ولو انا اشوف شباب يقول انت متكبر ما ترد هالامور هاي، انا ما عندي هاي الشغله شباب، احنا كنا جايين نتونس، بس ما اجي ارد على 1000 تعليق يعني صعبة شباب صعبة، ماكو ذاك الوقت وماكو ذاك المجال انه انت تجي ترد على 1000 تعليق العفو، فشغلة صعبة شوية، لكن مثلا ارد على 20 25 الشغلة مستعجلة اجاوبه، واكو تعليقات اخذها نسولف بيها هنا نفس ما كل مرة نخلي التعليقات يظهر، مال انتو هاي الفقرة مال الاسئلة اكدوا لي عليها نرجع عليها نشتغل. المهم اكو تعليق من احد الاخوة طبعا ما اخذت اسمه، قال لي يابا امجد انت معطول الاجنبيات خالي هنا وهنه تقريبا يعني خلينا نقول فحل 14 فحل الرام فحل هذا تيدي وفحل هذا 4 في حله جو هذا فحل 5 6 7 في حله كم طايره 1 2 3 4 5 6 طواير وعندنا طايره الزيره يعني 7 في حله 7 طواير ادق لنا 7 حلال تمام فراح ادق لنا 7 حلال مو الغاية يزق نحلقوا هالأمور بس يعني حتى قبل السباق إن الطيور أمنت على المكان ولزمة إحلالها وهالأمور هاي فراح أجيب لها 7 إحلال أعلق لهن إياها. هسه والله عندي إحلال خلي أجيب إحلال ما طلتهم موجودين خلي نشد لهم كم حلة يعني إذا 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 نرتبها هسه نشوف خلي أشوف الإحلال ما أدري خليت هنا نور طبعا خليت هسه حلتين هسه هاي حلة هنا راح تقعد بعد حلة وين هذا القمص هاي حلتين كافي وهنا هم حلتين وجوا حلتين 6 حلال هنا يمكن اي 7 حلال لازم حلة نشدها من هنا او حلة نشدها هنا فوق نرتب الهني هسه مؤقتا خلينا نشوف الوضع شنو بالله راح تعجبهن الشغلة ما تعجبهن هنا طبعا جناحات كلش خفيفة يريدن يبدن يطيرن قافلات النعم من قافلات والآخر سباق ما حصلنا شيء هي قسمة يلا هاي شو نسوي قسمة هي قسمة هاي طيرة من مال بلديات طبعا همي أنا ما شكلتها مكلبة هنا ما أدري هاي جاي على الزاجل أسف حد جينا شباب قلت على شنو داش الداني بس اثنين ويتعاركن هسه دخل اشد كل هنا بس شيء يعني بس تعليق بدون حبال وهالسوالف هذا شو ديتين ذن 6 حلال بين ما عندنا الزيره شويه طيب رجلها ونرجع نشد لها وحده هاي 6 ان شاء الله 6 ان هنا هسه 7 في حله خلي الرامبوري ما يزوج
مو مشكلة نمون عليه احنا. طبعا هذا يطيرون بالحمى همين. هذا الكمر اللي بقى من هذا الكمر اللي بعد الكمر الثاني همين. هذا الاشعل كان نسل هسه بدأ يخف شوية شوية. شوفوا هذا وهاي الحد هسه كل شمع كل ادي بيضين. لا هاي والله ما ادري شنو الموضوع ما اعرف. يلا شباب عيني وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون شباب اشتركوا بالقناة عيوني وخلونا لايك. وتحياتي لكم وهلا بكم جميعا.